مرشد وليد، مرشد ديني تونسي جنسية عربي مسلم بطبيعة. الحمد لله ربي وفقني باش خدمت معناها الفن الهادف، وبدينا معناها خطوة خطوة معناها كيما الناس الكل. صحيح تعبنا شوية باش بدينا نوصلوا بشوية بشوية، والحمد لله كله فضل من عند ربي سبحانه. حياتي الفنية بدأت بشوية بشوية، بديت وحدي، بديت عن طريق الفيسبوك من الأول، فهمتني؟ بعديك تبنيتني شركة فنية والحمد لله، طول نخدم معاهم معناها فهمتني. عندي ألبوم بميدوز هذاك حضرته معاهم، ألبوم محمد رسول الله، وتوا الحمد لله معناها شرعنا في ألبوم بميدوز، وكذلك والحمد لله معناها فهمتني السنة زاد في 2013 زاد عندنا كليبات إن شاء الله باش نحضرهم كالعادة معناها فهمتني، هذيك حاجة لازمة. وعندي زاد إن شاء الله والحمد لله أناشيد دينية بدون موسيقى، شرعت في البحث في عديد المواضيع، وإن شاء الله ربي يبارك لنا في أعمالنا وربي يسعدنا بكل خير. محمد لا هو سيدنا، فعز لنا لإجابته، فقى الرسل فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. محمد لا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته، فقى الرسل فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. أزكى الناس دي على الحسد، هادي الأمم لشريعته، نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته. أشرف الأعراب والعجم، خير من يمشي على قدمي، ذكره روح لأنفسنا، شكره فرض على الأمم، طابت الدنيا لبعثته، جاء بالآيات والحكم، يوم بعث الناس شافعنا، خير خلق الله كلهم. محمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته، فقى الرسل فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. أزكى النسب على الحسب، هادي الأمم لشريعته، نال الشرف والله عفا عما سلف من أمتي. قريت تجويد القرآن في رابطة الجمعية القرآنية وبجامعة الزيتون المعمور، تلمثت على يدين الشيخ عبد الرحمن الحكيم والشيخ الهادي الفخفاخ، والحمد لله معناها لقيت زاد معناها في نطق اللغة العربية الفصيحة ونطق مواضع الحروف وكذا. الألبوم الأولاني خدمته عند محمد الكريتلي، موزع عتيه الساحة خويا وصاحبي وعشيري هذاك، فهمتني؟ ربي بفضل عاوني برشا. وتوا الحمد لله معناها نتعامل مع شركة فوني بصفة اللي تو عمل الكل معاه. والشكر خاص كذلك إلى إذاعات اللي عديت فيها معناها فهمتني انترفيوات وكذا، لقاءات صحفية ولقاءات إذاعية. وشكر خاص إلى قناة موزيكانا، وندعيكم إن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح، وربي يمن طريقكم إن شاء الله لباس، إن شاء الله ربي معكم. مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها، ويا ربي خائبة فبحر جودك يروي كل من يارد. الله يا رحمن، الله يا منان، الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا رقيب، الله يا مجيب، الله يا حسيب، الله يا حميد. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله.
النبي الهاشمي محمدا هذا لكل العالمين رسول هذا الذي شرف الضريح بجسمه منها جهون السالكين سبيل بالخضوع ونادي ربك يا هو إن الكريم يجيب من نادى الله واطلب بطاعته رضاه فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه نسمعكم ان شاء الله ديديكاس لقناة موزيكانا تيفي شوية من بوركتا يا رمضان ان شاء الله باش تبث في شهر رمضان 2013. بوركتا يا رمضان يا شهر الصيام فيك انزل القرآن على خير الأنام رمضان رحمة وغفران والقدر ليلة رضوان يا ربي لك فيه صمنا وعلى رزقك افطرنا يا ربي لك فيه صمنا وعلى رزقك افطرنا وفي الليل الداج قمنا رجينا رضاك والجنة الموت يأتي بردة والقبر صندوق العمل وخير الزاد التقوى إذا العمر اكتمل إلى متى أنت باللذات مشغول إلى متى وأنت عن كل ما قدمت مسؤول إلى متى أنفقت عمرك في مال تحصله إلى متى ورحت تعمر دارا لا بقاء لها فصل نشيبك عن فعل تشان به فأنت عن الدنيا وإن عمرت منقول تب على صاحبي التواب يا رحيم يا تواب يا رحمن يا غفور يا الله الموت يأتي بردة والقبر صندوق العمل وخير الزاد التقوى إذا العمر اكتمل